بن صلاح. اللاعب بن صلاح العراقي الاوهامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات في العراق وكذلك على نتائج هذه الانتخابات. نبدأ بالحديث طبعا عن القوة الممثلة بميليشيات الحشد الشعبي، هي راعية السلاح المنفلت في العراق، وهي التي تؤكد أن هذه الدولة تسير وفق مبدأ الفوضى، وأن السلاح هو الذي يحكم وهو الذي يحرك الدولة بكل مفاصلها، وهو الذي يؤثر على القرار فيها بالنهاية. طبعا من عناصر التزوير في هذه الانتخابات، هناك إعلان من مفوضية الانتخابات عن استبعاد عناصر ميليشيات الحشد من المشاركة بالتصويت الخاص بالانتخابات المبكرة وشمولهم بالتصويت العام فقط. شنو الأسباب التي دفعت مفوضية الانتخابات إلى استبعاد ميليشيات الحشد من التصويت الخاص؟ المفوضية قالت إن هيئة الحشد لم تسلمها قوائم بأسماء منتسبيها لغرض تثبيتهم ضمن سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بيومترية لهم، رغم مخاطبتهم بأربعة كتب رسمية قبل أن تنتهي مرحلة تحديث سجل الناخبين الخاص بخمسين يوما. طبعا الأسباب التي دفعت مفوضية الانتخابات إلى هذا الطلب أنها تريد أرقام أعداد حقيقية لمن سيقومون بالتصويت. لكن لماذا ترفض ميليشيات الحشد أن تسلم مفوضية الانتخابات قوائم بأسماء عناصرها أو منتسبيها الحقيقيين؟ هناك حديث من النائب فائق الشيخ علي قال في وقت سابق إن مصادر تحدثت طبعا بحسب النائب فائق الشيخ علي عن وجود أكثر من 82 ألف فضائي ضمن قوات أو ميليشيات الحشد الشعبي. ميليشيات الحشد الشعبي تقول بأن عددهم من 130 إلى 160 ألف مقاتل، لكن النائب فائق الشيخ علي يقول بأن عددهم هناك 82 ألف فضائي ضمن هذه القوات، ضمن هذه الميليشيات، وهو رقم كبير جداً، وبالتالي يعني أكثر من نصف العدد الذي تتحدث عنه المصادر. وبالتالي هو هذا ربما التفسير لسبب عدم تقديم ميليشيات الحشد لقوائم بأعداد أفرادها ومقاتليها لمفوضية الانتخابات من أجل المشاركة في هذه الانتخابات. نحن نتحدث اليوم مشاهدينا الكرام عن تأثير السلاح المنفلت على القرار السياسي وكذلك على نتائج الانتخابات في العراق. كيف ترون هذا السلاح تأثيره على الانتخابات؟ هل تعتقدون بأنه ستكون هناك انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة في العراق في ظل وجود سلاح يؤثر على القرار، يؤثر على نتائج الانتخابات، يؤثر على القضاء في العراق؟ يعني قالها وسمعتموها في وقت سابق هادي العامري عندما قال بأنه اليوم الكل يؤثر على القضاء في العراق، وبالتالي يتأثر، إذا تأثر القضاء تتأثر جهات أخرى كثيرة في الدولة. وموضوع نتائج الانتخابات ومدى مصداقية هذه العملية الانتخابية ستكون أيضا خاضعة لهذه الضغوطات الميليشياوية. وهنا نتساءل، هل ستكون هناك نتائج شفافة عادلة مستحقة لمن صوت، أم السلاح هو الذي سيقرر من الذي فاز ومن الذي خسر؟ طبعا نقطة أخرى نتحدث بها وهو موضوع محاولة هذه الميليشيات، ميليشيات الحشد تحديدا، عملية استمالة مقاتليها المفسوخة عقودهم، تقدر أعدادهم بنحو 30 ألف عنصر، محاولة إعادتهم مرة أخرى، إعادة المفسوخة عقودهم. وفسر كثيرون هذه الخطوة بأنها، وخاصة قبل الانتخابات، بأنها محاولة للترويج الانتخابي لهذه الميليشيات، ومحاولة لكسب أصوات هؤلاء يعني ذريعة أننا أعدناكم مرة أخرى إلى الخدمة، وأعدناكم مرة أخرى لاستلام الرواتب، وبالتالي أنتم ستصوتون لنا. إذن المشاهدين، نتحدث اليوم عن السلاح المنفلت في العراق، كيف ترونه يؤثر على مجريات الأحداث بشكل عام، وكيف ترونه يؤثر على الانتخابات في العراق؟ هذا السلاح الذي اليوم هو يعد صاحب القرار في العراق، هل تعتقدون بأنه ستتم في كنفه أو تحت مظلة الميليشيات في العراق انتخابات عادلة ونزيهة؟ لماذا تستمر جهات كثيرة تدفع
باتجاه المشاركة بالانتخابات، ويتناسون حقيقة أن هذا البلد بلد بلا سيادة، بلد بلا قانون، بلد تحكمه الميليشيات، تحكمه قوة السلاح. لماذا تتناسى هذه الشخصيات أو هذه المؤسسات أو الجهات هذه الحقيقة وتحاول دفع العراقيين للمشاركة بالانتخابات دون أن توضح لهم من هو الأصلح لأن يتم اختياره ضمن هذه الأحزاب الفاسدة، ضمن هؤلاء الذين شاركوا في حكم العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم، والذين جربهم العراقيون، والذين اتضح أنهم مجموعة من اللصوص القتلة الفاسدين بحسب العراقيين الذين خرجوا في ثورة تشرين في مظاهرات قبلها وأكدوا أن هؤلاء الذين يحكمون هم مجموعة من القتلة من اللصوص. فكيف إذن هذه الجهات تدفع العراقيين للمشاركة في انتخابات غير مضمونة النتائج، غير مضمونة الشفافية، غير معروف حقيقة كيف ستجري في ظل وجود السلاح، وخاصة هناك التحذيرات من محافظة ديالى وكان قبلها من محافظة صلاح الدين من شيوخ عشائر ومن مسؤولين في المحافظة أن هناك تهديدات وضغوطات على عشائر وعلى أفراد من أصحاب السلاح والنفوذ المنتشرين في هذه المحافظات لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات والتصويت لشخص معين أو لجهة معينة. كيف ستضمن هذه الجهات التي تدفع العراقيين للمشاركة في الانتخابات أن لا يتم الضغط عليهم لاختيار شخصية معينة، ممكن زعيم ميليشيا، ممكن زعيم حزب سياسي لديه نفوذ ولديه مال وسلطة؟ هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام نطرحها اليوم، وبإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها لإبداء آرائكم بقضية السلاح المنفلت في العراق وكيف يؤثر على مجريات الأحداث، الحياة العامة، وأيضا حرية الاختيار بالنسبة للعراقيين. اليوم عندما نرى أن ثورة تشرين أو أي تظاهرة سلمية تخرج في العراق يتم الاعتداء عليها من قبل الميليشيات، يتم تكميم أفواههم بالسلاح وبالقوة من قبل هذه الميليشيات، إذن هذه الميليشيات لا تريد أي صوت يخالف توجهاتها ويخالف آرائها. إذن كيف ستقبل أن يشارك المواطن العراقي بكل حرية ليختار من يريد؟ وكيف ستقبل أن يتواجد الشريف الوطني المستقل الذي لا يخضع لهذه الضغوطات لا الخارجية ولا الداخلية أن يتواجد ضمن الانتخابات ويفوز بمنصب قد يضايق هذه الميليشيات فيما بعد، قد تتيح له الفرصة بالقضاء على وجودهم، على امتيازاتهم، على فسادهم؟ هل سترضى هذه الأحزاب والميليشيات التي رسخت نظاما لثمانية عشر عام بني على الفساد وعلى الظلم وعلى الاضطهاد وعلى السلاح المنفلت وغياب القانون والعدالة أن تسمح لهذا النظام الذي أدر عليهم المليارات أن ينتهي للحظة بسبب وجود مرشح شريف ضمنهم؟ طيب، معنا اتصال. السيدة أم أحمد من بغداد، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد حياك الله. أبو أحمد وياي؟ السيدة أم أحمد، تفضل يا أم أحمد. طيب، السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت التقرير مالك وحد أجابك على موضوع اللي انت السؤال اللي طرحته، وتحب يعني مثلا الناس تناقشك بالمشاركين يناقشونك طبعا لكم. أنا أنتظر من حضراتكم، حضرتك وغيرك، أن تشاركون وتعطوني رأيكم بهذا الموضوع. أستاذ حبيبي عزيزي، تفضل. بالنسبة لموضوع الانتخابات، هاي الانتخابات راح تكون أسوأ انتخابات التاريخ العراق. ليش؟ هذا أولا. ثانيا، أولا أستاذ، هي مو انتخابات نزيهة، الشعب هو من اللي ينتخب؟ ينتخب الشعب. الشعب خلال هاي 18 سنة ما شاف فد شيء يعني من هاي الطبقة اللي حكمته، وأخير شفرا سيطرة السلاح المنفلت، سيطرة الأحزاب، كل حزب ما شاء الله عنده جناح مسلح. حتى الأحزاب المسيحية هم صار عندها أجنحة مسلحة. صحيح. لأن هذا الجناح، هاي الأجنحة المسلحة هي على الشعب لو على داعش. زين، ما يخالف انت هاي السلاح اللي موجود بالشارع، أي. علي وعلى غيري
لو على أعداء الشعب اللي هم الإرهابيين واللي الدول اللي تدس إرهابيين العراق وتشارك تتدخل بأمور الشأن الداخلي. طيب ما لحد الآن ما واضحة الصورة إنه هذا السلاح اليمن على الشعب كذا. طيب لكن أنت حضرتك شو تشوف هذا السلاح موجه ضد من اليوم في العراق؟ والله هو هذا السلاح ضد الشعب، ضد الصوت الحر، وقتل المتظاهرين وقتل الناشطين وقتل هشام الهاشمي وقتل ناس يعني لا. نادوا بالحرية، نادوا بأمور يعني مصلحة العراق. ترى العراق هو بلد بيتنا كل احنا، يعني اذا يخرب وين نروح؟ سيد ابو زكريا، مصطفى الكاظمي قال في تغريدة أنه إحنا نستذكر ثورة تشرين وهذه التضحيات ومن هذا الكلام اللي ذكره، وقال بأنه وحققنا مطلب ثورة تشرين وهو إجراء انتخابات. يعني مصطفى الكاظمي شطب من مطالب المتظاهرين أن يتم إجراء انتخابات على أرضية نظيفة بعيدة عن الميليشيات والسلاح، بعيدة عن هذه الأحزاب وفسادها، وتتم إجراء انتخابات لشخصيات عراقية وطنية. هذا الكلام كله ما ذكره مصطفى الكاظمي، ذكر فقط أنه سنجري انتخابات. طيب ليش ما يذكر أنه إحنا لازم نجري انتخابات على أرضية صحيحة؟ ليش تجرى انتخابات في ظل وجود قادة الميليشيات والفاسدين وزعماء الأحزاب اللي دمروا البلد؟ أبو زكريا أسمعك. تفضل. نعم استاذ، بالنسبه للموضوع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يعني احنا لا يعتبرون يعني متجاوز على شخصيته او منصبه. اي يعني هي قوات فوقت مقره، فوقت مقر رئاسه الوزراء، يعني شنو الاجراء اللي اتخذه هو؟ صحيح. نعم. حتى اكو قيادات عندنا، يا ترى الدوله مو كلها فاشله، اكو عندنا قيادات محترمه، قيادات وطنيه مثل عبد الوهاب السعدي، ليش تم اقصائها في زمن؟ شوف سيد أبو زكريا، حتى بس لن نخدع بموضوع عبد الوهاب الساعدي، لما كانوا الناس تذبح بالشوارع في محافظات عراقية كثيرة، بعضهم رفع هتاف وطالب بقدوم الساعدي لأنه انخدعوا به للحظة وظنوا أنه هذا شخص قيادي وطني، وهو كل صوره ولقاءاته مع زعماء الميليشيات قالوا وينك يا عبد الوهاب الساعدي، تعال ساعدنا انقذنا، راح استلم منصب من الدولة وراح وقف ويا الحكومة، ولا يزال حاليا مع السلطة يدافع عنها بهذه الصلاحيات وبهذه القوة. وين كان هذا الشخص لما تم إبادة المتظاهرين بالناصرية وبالبصرة وبكربلاء وبغداد وغيرها؟ هذه مجرد أشكال ووجوه قامت الوسائل الإعلامية التابعة لهذه الأحزاب وللسلطة وبعض المخدوعين بتصعيد هذه الشخصيات على أساس أنه هي رموز، لكن هي في الحقيقة كل لقاءاتها وجلوسها مع زعماء الميليشيات. حتى بس لن نوصل رسائل خاطئة أرجوك استاذ، ما يخالف انا وياك. تفضل. بس اذا قائد معين ما يريد شيء، ما مدعوم من قبل حزب، ما عنده قاعده يعني سياسيه، ما شاء الله هي كل الاحزاب مشاركه بالفساد والمؤامره على الشعب، ما عنده واحد يدعمه، ايش يسوي؟ حاله حال باقي الناس. انا وياك عيد كلامك، بس نجي على موضوع مصطفى الكاظمي والانتخابات وكذا. اولا الانتخابات راح تجرى بنفس المفوضية اللي زورت الانتخابات مال 2018. نعم. ما غيروا شيء. أنا خلي أقول فت كلام يجوز مثلا راح تضحك أنت أو اللي يسمعني يضحك. خلي يجيبون مفوضية مال انتخابات من السودان. نعم. خلي يشرفون هم يجرون الانتخابات. طيب. 10% ما راح ينتخبون، راح ينتخبون بس الحمايات. أيه. والأشخاص وأقاربهم وعوائلهم. أشكر حضرتك أبو زكريا من كركوك، شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا سيد عامر من النجف، تفضل يا عامر، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوت الميليشيات الموالية إلى إيران الخراب والدمار والسلاح المنفري بسبب هذه الميليشيات. لا. وخاصة ميليشيات العقائب وميليشيات الجرار وغيرها من الميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب الحاكمة والمسلطة على الحكم بالعراقيين. هذه الأوضاع وغيرها تجدها كل مرة، يعني كل فترة أخرى توجد هذه الميليشيات نعم.
وما سببت من مشاكل وأزمات في كل مكان في العراق هنا. سيد عامر، اليوم السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، كيف ترى تأثير السلاح المنفلت على الانتخابات في العراق؟ هل تعتقد حضرتك بأنه ستكون هناك انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، وسيضمن المواطن العراقي أن صوته لن يتم سرقته في ظل وجود ميليشيات تحمل السلاح وبإمكانها بقوة السلاح أن تغير نتائج الانتخابات لصالحها؟ تتوقعك انتخابات نزيهة ممكن تكون في العراق في ظل وجود السلاح؟ ما راح يستفاد المواطن ابدا غير المعاناه التي تسببها هذه الميليشيات الاجنحه العسكريه التابعه للاحزاب، خاصه الميليشيات اللي تابعه لكتله الفتح والميليشيات الاخرى اللي تابعه لكتله سائرون اللي هي ميليشيات اللي هي احزاب اكثر فاسده، اكثر فاسده خاصه ميليشيات اللي تابعه الى كتله فتح اللي هي قدمت المحافظات الشمالية بالسنوات الأخيرة السنوات السابقة وغيرها من الميليشيات الأخرى، يعني حد الميليشيات الأخرى قتلت من الناس يعني بإعداد أكبر، واعتقلت الحجم الكبير ما جالوا في سجونهم هم ومعتقلاتهم هم. هذه الأجنحة اللي تابعة لميليشيا الطائرون والميليشيات الأخرى اللي تابعة إلى كتلة فتح، أي أجنحة عسكرية ماشية مجرمة، فكيف راح تحكم؟ شو راح تحكم؟ تحكم إلا تحت الرصاص؟ تحكم تحت السلاح؟ هذا لا يجوز، هذا أصلا لا يجوز يا عيل يا أخي، لا يجوز هذا. سيد عامر من النجف، أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. ناخذ رأي السيد أبو شيماء من بغداد، تفضل يا أبو شيماء. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا العزيز هذا اللي يتحدث هذا، لو تلقيه سبحتي لو تلقيه جوكري هي قال لي لا كلمه حرام. ليش راسل ليش راسل اتهمته ليش؟ اي حبيبي هذا مو منطقي، هسه احنا ولد الملحه. انت كل اللي سمعته صوته بالتليفون راسل اتهمته انه هو بعثي وجوكري؟ مبين من كلامه، يعني اكو واحد ينكر، اكو العراق الشريف ينكر دور الفتح بمواجهه الارهاب. ليش ما تحترم رايه وتسمع اللي قاله بغض النظر هو متفق ولا مختلف ويا رايك. استاذ الحديد مو منطقي، اولا هو اكو واحد، اي واحد يجيبه بالشارع يقول له يا حرر العراق يا القاتل من اجل العراق. طيب. يا حمى اعراض العراق، مو هم كاونوا وشهداء هم مجان الشوارع، هاي النجف هو مو بالنجف، مقابر هاي ذات النجف منين دولة؟ من الشيشان لو من ولد الملح هذول كلهم الحكي. هو شوف سيد ابو شيماء، ليش حضرتك ما تقول انه هو شايف صورة مختلفة عن الصورة اللي حضرتك شايفها؟ هو شايف انه هذه الميليشيات تقاتل تقتل العراقيين وترفع السلاح ضد العراقيين بحجة المدافعة عن العراقيين وعن أرض العراق، وهي قتلت دمرت هجرت وأحرقت ولا تزال الآن موجودة ضمن العمل السياسي تقتل وتقمع وتريد أن ترشح للانتخابات. هو الرجل شايف الموضوع من صورة مختلفة عن الصورة اللي انت شايفها. طيب ليش ما تحترم رأيه وانتوا تتكلمون عن بلد ديمقراطي بانتخابات وبحقوق؟ استاذ محمد هذا واحد يقدر يشتغل، حتى هذا نعرفهم احنا ذولة جنوة، يضوج من شخص ويحقد على العالم كلها، يضوج من شخص واحد يجوز ما متفق وياه يحقد على طيب. العالم. طيب انا هسه شوف سيد ابو شيماء، عوفني من السيد عامر من النجف، المفروض احنا في بلد انتم تقولون عليه هذا بلد ديمقراطي، هذا بلد بانتخابات حره ونزيهه وبحماه اعراض وحماه وطن وبلد مستقل. عفنا من كلامه ووجهه نظره، هو رجل الى الحق التعبير، وهذا طبعا كفل الدستور اللي حطته هاي الاحزاب اللي حضرتك تدافع عنها. لكن انا قصدي هسه اريد اسال حضرتك، اليوم احنا 18 سنه على الاحتلال من 2003 واليوم احنا 2021، شو تحقق للدوله العراقيه من الناحيه الاقتصاديه من الناحيه الامنيه من الناحيه السياسيه من الناحيه الصحيه التعليم اي جانب، شو تحقق في العراق اليوم؟ شو حققت هذه الاحزاب؟ العراق مستهدف استاذ محمد، اولا صارت هاي الاحداث
هاي مال الدخلة والدواعش ودخلونا وصارت حرب وبعدين الطائفية وبعدين يعني العراق ما تخلوا يستقر. العراق نبض الأمة العربية ما دا يخلوا يستقر. دول الجوار ما دا يخلوا يستقر. محمد ما دا يخلوا يستقر. منو اللي ما دا يخلي يستقر؟ منو هاي الدول يمك الدول هاي العربية السعودية والإمارات؟ شلون هم شنو وجودهم في العراق أصلا؟ هم هاي الدول هم يا استاذ من شغله يعني ما اعرف طائفيه ما ادري ليه شو السبب. يعني احنا مو عرب يعني ابتدينا قلنا شيعه يعني يجيك واحد ويقول لك انت كذا وكذا يا اخي. طيب لما تسمع تصريح علي اكبر ولايتي مستشار علي خامنئي يقول بانه بغداد العاصمه العربيه الخامسه العاصمه الخامسه التابعه لايران والساحه الخلفيه لايران ومن هذا الكلام. هذه تصريحات مسؤولين إيرانيين أكثر من مرة يقولون بأنه بغداد جزء من مجموعة عواصم مسيطر عليها إيران. هذا باعترافهم. هذا حديث يؤكد أن إيران من إيران أنه هي اللي مسيطرة على الوضع بالعراق. شلون تقول بأنه أنت الدول العربية وكذا؟ ليش ما تذكر إيران؟ هذا الحديث مو مقابل هو شنو بكال الإمام السيد الخامنئي. هو قابل هو شخص يعبر عن رأيه. لا هذا مستشار. اسمع لحظة. هذا مستشار خامنئي وفي منصب رسمي في الدولة الإيرانية. هو حتى ذا ما يعني هو قال يعني قال في قابل قال صحيح بأنه العراق تربطنا صح علاقات عقائدية وإحنا دمنا مختلط في دمنا وشهداهم ويا شهدانا. هذا شيء ما يعني أنت هذا يعني أنت هذا الشيء يعني أنت الوجود الإيراني الوجود الإيراني في العراق اللي صار أصغر طفل في العراق يعلم بأنه إيران موجودة مسيطرة منتشرة في العراق تتحكم بالقرار وبالسلاح وبالمال. واليوم المظاهرات اللي طلعت واللي طلعت سابقا اللي قالت إيران برا برا ذولا كلهم ما يفتهمون. وحضرتك بس اللي مفسر الموضوع صحيح أستاذ محمد. ذولا أولا ذولا مع أسلام وإحنا بالمظاهرات بالبداية وعرفنا شنو اتجاهاتهم شنو اتجاهاتهم اتجاههم بين شنو إيران يعني جيب إيران ويا أمريكا اللي ولا دبابة وخلت الله رحمة الله عليه الشهيد القائد سليماني دخل المسرح. يعني ذولا تابعين الأمريكا أبو شيماء ذولا تابعين الأمريكا بس لحظة ذولا تابعين الأمريكا اللي يهتفون أستاذ محمد بس جاوبني ذولا تابعين الأمريكا اللي يهتفون ضد إيران؟ نعم هم ناس مدفوعين مدفوعين بالثمن. تمام مدفوعين بالثمن. تمام يعني ذولا أنت عند مظاهرة. أي خلاص أنا أشكر حضرتك وصلت فكرتك أبو شيماء. إذا حضرتك مطلع بشكل صحيح على الوضع في العراق ولديك تحليلك وقناعاتك. اللي هتفوا ضد إيران في العراق يقول السيد أبو شيماء هؤلاء أتباع أمريكا. لو سمحتوا شباب عيدونا المقطع اللي عرض في بداية الحلقة. هننتظر هسه ويتم عرضه. تفضلوا. ومن عندنا اتصال. هذا المقطع هو رد على أبو شيماء وعلى كل هذه الألسن طبعا وهذه الأصوات التي تتهم العراقيين بمجرد سماع صوتهم أو رأيهم أنهم عبروا عن رأي يقتنعون به ويرون بأن العراق بلد محتل من إيران، بلد منتشرة فيه الميليشيات الولائية لإيران التابعة لإيران والتي تتحكم بمصائر العراقيين. يقولون عليهم ذولا أتباع أمريكا. يخرج المواطن العراقي لا يريد أمريكا ولا يريد إيران ولا يريد أي تدخل آخر، يريد فقط هذا البلد أن يعيش بسلام، يريد استرجاع هذا العراق المسلوب من هؤلاء الذين يحكمونه طيلة 18 عاما ويحدثونك عن حرية الرأي والتعبير والانتخابات الديمقراطية النزيهة اللي كل من يعبر عن رأيه ويختار بالطريقة التي يراها صحيحة. شلون حيختار وكو هذه النماذج؟ شلون المواطن العراقي يذهب إلى انتخابات وكو هؤلاء الأتباع وهم أصوات؟ فما بالك بالسلاح. السلاح اليوم الذي يستخدم لقتل أي شخص يقول لا لإيران، لا لهذه العملية السياسية، لا لهذا الفساد الموجود، لا لهذا الخراب الموجود، يقتل.
كيف إذن سيحترمون آراء الناس واختيارات الناس في هذه الانتخابات إذا كان هم لا يقبلون أصلا حتى بسماع أصواتهم؟ ومجرد من يقول كلمة على هذه الأحزاب، على هذه الميليشيات، يتهم بأنه عميل، خائن، بعثي، داعشي وغيرها من هذه التهم التي لا تربط المواطن العراقي بهذه الأمور أي صلة. معنا اتصال السيد أبو علي من أبو غريب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا قناة الرافدين. حيا قناة الرافدين وأبطالها. الله يسلمك، حياك. الله يخليك، الله يحفظك. أنا أبو علي من أبو غريب، جتني مرية على مدذن هذا السجن. أي. من أبو غريب ومن الزيتون. طيب. أي. اسمه ليث أكرم مهدي صالح. طيب. ماخذين الزيتون وصار له 10 سنين وهو حاكمين 15 سنة وصار له 10 سنين بالسجن. نعم. وما حد يعرف، نابا يقولون بالناصرية ونابا يعرفون مدوين. وكل نسوان أبو غريب ولدها بالسجن. نعم. وإن شاء الله إن شاء الله باكر باكر إن شاء الله أجمع وراحت للبرلمانيين هذولا، قالت عمي انتخبك 100 واحد بس تطلع ابني من السجن، اريد تعرف مصير ابني بالسجن. راحت لهذول البرلمانيين الجدد والقدماء، قالت عمي اذا طلع ابني انتخبك بحياتي وبدمي على مود تطلع ابني من السجن. هو هسه بالناصريه بسجن الناصريه. طلعوه ليس. اي والله طلعوه. لا ما طلعوا لحد الان، محكوم 15 سنة. دول يقدرون يطلعوه؟ والله قالوا لها ما نقدر نطلع اي واحد. كذبوا عليها. قال عمي اذا تقول بالسجن ما نقدر نطلع. قالت عمي لا انتخبك ولا انت البرلمانيين كليتهم البابو غريب ما انتخبهم، ما تقول انت قلت لي هاي الحكاية. اي الله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. واسمه كرار اكرم مهدي صالح. نعم. وصل صوتك يا سيد أبو علي من أبو غريب، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. نتمنى السلامة والعفو عن جميع الأبرياء الموجودين في السجون والمعتقلات. سمعت الكلام. المسؤول لا يستطيع، ليست من صلاحياته. هذا المرشح الذي يعد العراقيين كثير من الوعود ربما لن يحقق منها 1% من هذه الوعود التي أطلقها للعراقيين. هناك أمور أكبر مشاهدينا الكرام. الذي يعد العراقيين بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، الموضوع ليس بهذه السهولة ولا هذه البساطة. من يسيطر على السجون والمعتقلات في العراق مافيات مستفيدة، أحزاب، دولة كاملة تسيطر على هذه السجون والمعتقلات وتستفيد من إطعام السجناء، من الأموال المخصصة لهؤلاء السجناء من ذويهم التي تأتي. هذه أمور كلها يتم المتاجرة بها، يتم كسب ملايين أو مليارات الدنانير العراقية من السجون والمعتقلات الموجودة. الموضوع ليس بهذه البساطة أن يأتي مسؤول يضحك على ذوي معتقل بأنه سأفرج عن ابنكم، عن بنتكم، عن بغض النظر من هو الشخص الذي يوجد في المعتقل إذا انتخبتوني. الموضوع خارج صلاحيات وقدرات أي شخص. الموضوع منظومة كاملة في العراق مستفيدة من أعداد كبيرة جدا، ولا يزالون يعتقلون وفق تشابه الأسماء والمخبر السري ودواعي طائفية وقضايا أخرى كثيرة للاستفادة وابتزاز ذوي المعتقل على مبالغ مالية لإطلاق سراح المعتقل ومساومة ذويه على أمور أخرى كثيرة. إذن هناك متاجرة بالموضوع، أكبر استفادة مالية عائدة بشكل كبير جدا على جهات أحزاب وميليشيات وضباط في الوزارات، أكبر من شخص أنه يأتي يوعد الناس. فيعني أرجو من الناس أن تنتبه على هذه على هذا الموضوع. العراق بلد مدمر، لن يخلص العراق شخص يأتي يقول أنا سأقوم بهذا الشيء إذا انتخبتوني. أبو ياسين من ديالة، تفضل. حياك الله غالي وحياة الشباب المحترمين. الله يسلمك، حياك أخي محمد. أجلك والله الدبالة ما تبعي شيء عن النفايات، تحتاج على النفايات. فأنا أبو شيماء دبابة.
حد أقول له شيء ما لولا أمريكا ما جوزوا على المقاعد. إذا ما جوزوا على المقاعد ما قدرت لنظام وطني سابق إلى ما قدرت تجيبهم ولا قدرت إيران تشتعل العراق مثل واحد. لكن هاي أمريكا جعدك مال أمريكا ذول مال أمريكا هي أمريكا جاب ذول النفايات مالتك للدافع عنهم العامل وغير العامل وقز علي ومقتدى والحمال الحكيم وكل السياسيين بالنسبة شيعتها هذول الناس أصوات وطنية أحرار تفضل لتحرير العراق من هاي هاي الذيولة مال إيران أقصد المتواعين الأبطال النشامة وأنا بشيء ما أقل من أصول فارسية ما بتشن حلوانة كل ما طلع ودافع لا يصير مثل هذا الأسلوب مثل أسلوبه باتهام الناس خليه هو هذا هذه وجهة نظره وردت الناس عليه وعلى كل الأصوات التي تتهمهم بهذه التهم الباطلة وحضرتك من هؤلاء الناس اللي لك وجهة نظر مخالفة وأعطيت هي بدون أم تقعد تتهمه وكذا حتى لا يكون نفس الأسلوب اللي هو يتبعه حاول يغيظ العراقيين الدفاع عن إيران ويقول قاسم سليمان شهيد قاسم سليمان هو المطلوب دوليا أمريكا التي قتلت بلبنان هو مو جيم لبنان لكن قتلت بالعراق لأن يعرفك وحتى سمع ناس صدق اللي دافع عن قاسم سليمان وقال قاسم سليمان خلينا أذكر إحنا مو بحثية لكن تشوف إحنا بالنظام السابق كنا نحب القانون نحب الدولة إحنا كنا ندافع عن العراق اللي جاءنا لك ولا جلس الخميني واتباع بالبساطية بالحرب العراقية الإيرانية وأنا أحد المقاتلين فقاسم سليمان وقال قاسم سليمان ما قدر يواجهنا لولا أمريكا وهذا دفاع المسلمين هذا كل ما يطلع يدافع الإيران إحنا موضوعنا مو إيران موضوعنا العراق مستباح الإيران والأمريكا سؤالي لحضرتك سيد أبو ياسين باختصار شديد لو سمحت نعم. سؤال الحلقة اليوم نعم. كيف تتابع أو تنظر إلى تأثير السلاح المنتشر في العراق المنفلت خارج إطار الدولة على نتائج أو المجريات العملية الانتخابية بشكل عام باختصار الأمم المتحدة تعلم بالسلاح المنفلت والجامعة العربية تعلم والفوضية أيضا تعلم والقضاء الأعلى هو يعلم أنه السلاح المنفلت هو اللي حقق نتائج الانتخابات فهذول كلهم عندهم أجدعة مسلحة فهذا هو العملية كانت تقول ما يدخل أي فصيل مسلح تغس العصاب شنو ما ترى السلام شنو ما هذا أقول له هذا خدع وهذا هو تأثير السلاح والمال المنهوب ياسين. شكرا جزيلا سيد أبو ياسين. ذكر السيد أبو ياسين الأمم المتحدة. طبعا الأمم المتحدة في العراق ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت والممثلية بشكل عام اللي تناوب على استلام حكمها أو إدارتها أشخاص مختلفين آخرهم جينين بلاسخارت تروج وتدعم الميليشيات والنظام القائم في العراق لأبعد الحدود والدليل أنه في ثورة تشرين عندما خرج المتظاهرون بشكل سلمي يطالبون بحق مشروع قاموا بحرق إطارات وقطع طرق ويكفله لهم القانون الدولي الإنساني قانون الدولي لحقوق الإنسان موجود في بنود تتعلق بحرق الإطارات وقطع الطرق بشكل سلمي وهذا من أشكال الاحتجاج السلمي موجود في القانون الدولي المفروض هي مطلعة عالية قالت بأنه هذه أعمال تخريب وأعمال تضر بمصلحة البلد جينين بلاسخارت التي تحدثت عن المتظاهرين ووصفتهم بالمخربين تدعم العملية الانتخابية في العراق وتدعم الأحزاب والميليشيات الموجودة في العراق وقالت أيضا أنها ستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات المقبلة في العراق وأضافت من محافظة ذي قار أن أصوات الناخبين ستكون مسموعة وأن على العراقيين مهمة كبيرة وهي المشاركة في العملية الانتخابية العراقيون تصدح أصواتهم بالرفض لهذه العملية الانتخابية بالمطالبة من بقية العراقيين بمقاطعة الانتخابات ألا تنظر هذه بلاسخارت أو غيرها من يدفعون باتجاه الانتخابات في مواقع التواصل الاجتماعي كيف يتفاعل العراقيون مع حملات المقاطعة؟ ألا تتابع هي وغيرها؟ كيف يرفض العراقيون في الداخل والخارج إجراء انتخابات في ظل وجود سلاح خارج إطار القانون وفي ظل وجود نظام ضعيف تحكمه الأحزاب والميليشيات وتسيطر على قراره وإيران يعني هؤلاء الذين يدفعون باتجاه إجراء انتخابات إلى أين يريدون أن يوصلوا العراقيين اليوم عندما نتحدث عن سلاح يؤثر على القرار السياسي يؤثر على أحكام القضاء يؤثر على مجريات المحاكمات ويسير كل شيء وفق أهوائه ورغباته هل ستكون هناك انتخابات عادلة في العراق في ظل هذه المعطيات؟
سيد رعد من بغداد تفضل، حياك الله. ابو رعد حياك الله. ابو رعد، سيد ابو رعد، السيد ابو رعد من بغداد ما موجود. السيدة ام احمد من النجف تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك استاذ محمد. غريبة يعني اكو نماذج عندنا بالعراق اي مثل ما يوصفهم الله سبحانه وتعالى، طبعا ايات كثيرة بس يظهر ما قارين القرآن ولو بسيط. اكو آية ومعناها واضح ما يحتاج احد يشرحها، من الله سبحانه وتعالى يقول فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. شنو معناها؟ خاف اللي يتحدث بلسان الايرانيين، احنا مواطن نجف الشريف ينطي رايه بكل مصداقيه وما حد هذا يطلع فد يعني فد جمله صارت صراحه يعني تكرمون خلي الفظ هذا اللفظ يا الله يريح قلبي، اسخف من السخافه من يقول بعثي والله خلي بطلوها اشرف لهم واكرم لهم، لانه اللي ارتكبوه دول اللي جاي دافعوا لهم على رؤوس الاشهاد وعلى القاسي والداني كله يدري، المفروض هسه واحد وحتى ما يطلع لسانه ولا يحكي مو تطلع الدافع لو حاطله صوره. نعم. وشخصيه ايرانيه سياسيه تحكي بالعلن باحتلال العراق وتبعيه بغداد الايران يقول عليها هاي لا تحصي لا تاخذ ولا تعطي وقابل وخامنئي، اذا هذا ايش عجب المواطن العراقي هيك يهتز الى المواطن البسيط اللي اتصل يهتز الى وصفه بالدمويه بالبعثيه مثل ما هم يحكون وذاك لا عادي. No. بس هي اقوى عندنا نماذج الاستاذ محمد لوش قد ما الله سبحانه وتعالى نزل لهم البينات ويا سبحان الله، لانه هسه الغريبه ما اشوف ذول القتله والسراق والنهاب وحد العراق المفتوحه هو جاي يتبجح يحكيها بلسانه ويطلع لك واحد بكل قابليته ما اعرف من جاب لنا هالقابليات مع احترامات الشخص انا احكي للاراء يطلع يدافع يا اخي مو انت ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد اتقوا الله بانفسكم ولكم هذا دم خلون الواحد يطلع. سيدة أم أحمد سؤال ناخذه من كلام أبو شيماء من بغداد، يقول ذولا اللي أنتم تحكون عليهم يقصد حضراتكم المشاركين ذولا دافعوا عن العراق حموا العراق، ذولا اللي تقولون عليهم ميليشيات هم اللي حموا العراق من خطر داعش ومن الفتنة الطائفية ومن القاعدة ومن غيرها من هذه المشاكل والأخطار، هل يعقل أن هادي العامري الذي قاتل وقتل العراقيين في ثمانينيات القرن الماضي وطني يحب العراق، هل يعقل أن مقتدى الصدر زعيم الميليشيات المؤسس للميليشيات النجباء والعصائب وغيرها وحزب الله وغيرها، هذا الشخص يخشى على العراقيين ووطني يحب العراق، هل يعقل بأن عمار الحكيم أي أحد زعماء الميليشيات والمتهم بأنه يسيطر على الملاهي الليلية ودور القمار صلاة القمار الموجودة في بغداد هذا وطني يحب العراق؟ يعني هؤلاء الذين يدافعون باستماتة عن زعماء الميليشيات من أي جانب شافوا هؤلاء؟ يعني من أي لقطة من أي زاوية نظروا إلى هذه الميليشيات؟ لا يرقبوا فيكم إلا الولاد الأستاذ محمد، هاي الزاوية اللي هم يتوصفون بها ناس لا يرقبوا فيكم إلا ولا دمنا لا يفيد بيهم أنه الدم اللي جرى. ألو ألو أسمعك تفضلي. العفو الصوت انقطع. لا لا موجود. أكرر كلامي أي. وأقول ما محتاج تفصيل يا أستاذ محمد لا. اللي يطلع يتبجح بالقتل بس أنا والله العظيم أسئلة أبو شيماء وأمثالي شفتولكم إيراني برغم الظلم الصاير عليهم استماته وطلع انطب بلده على مود العراق وهو عايش بخير. نعم. العراق ده الدافع على الناس البسطاء اللي راحت من كل محافظاتنا الشريطة الغربية وغير الغربية ومن الوسط ومن الجنوب اللي راح دافع وعاف عائلته وما قال أريد راتب. نعم. ولا شال سلاح بوجه إنسان بسيط هذا اللي دافع عن بلدي، أما من يحكي له ولو تحكي الحقيقة ألف مرة ولو هو نفسه صاحب الخطأ يقول لك أنا ارتكبت يلقى اللي دافع له. نعم. إذا أمريكا دخلت للعراق فإيران اللي باعت العراق الأمريكا باتفاق ويا شرذمتها ويا خدمها ويا أرادلها من نعم. مالكيها وعامريها المقتدى وعمار وغير عمار ومنه ما يدري بهذا الأمر يا أستاذ محمد، وعذروني أنا أتألم من أسمع لأن إحنا راح من عندنا الشباب. سؤالي حضرتك سيدة أم أحمد، هل تعتقدين بأنه ستكون هناك انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة في العراق في ظل وجود السلاح المنفلت؟
ما تكون انتخابات استاذ محمد، لانه المفروض اكو عقاب يوقع على القتله، الدم لا. بالدم. لما لا سؤالي واضح سيدة ام احمد لو سمحتي. لا جوابي اوضح استاذ محمد. لا انا بس انا لا بعيدا عن العقاب وما العقاب، انا سؤالي هل تعتقدين ان هناك ستكون انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة في ظل وجود السلاح المنفلت؟ ما تكون، والمفروض ما تكون، لأنه أنت من تشوف صور المرشحين حاطيها هو اللي قتلك وهو اللي سرقك، إذا نهاية الانتخابات مهزلة. نعم شكرا، شكرا جزيلا لك سيدة أم أحمد من محافظة النجف، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني في حديث سريع طبعا عن الميليشيات المشاركة في الانتخابات والأحزاب المشاركة في الانتخابات، طبيعة هذه الأحزاب حتى الناس أيضا تفهم من الذين يسيطرون على الوضع في العراق. هناك ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، لديها ممثل في البرلمان وهو تحالف سائرون، تحالف سائرون الجانب السياسي، ولديه الميليشيات معروفة سرايا السلام. عندنا العصائب مشاركين، طبعا هؤلاء مشاركين في الانتخابات، ميليشيا العصائب قيس الخزعلي المعروف، ما الذي فعل في ثورة تشرين، ما الذي يفعل في العراق بشكل عام، ما الذي فعل في المحافظات المنكوبة من قتل وسلب وحرق ونهب وغيرها. هذا كان منشق عن مقتدى الصدر في عام 2006، ولديه حزب سياسي موجود في البرلمان. طيب ميليشيا العصائب أيضا بكتلة صادقون موجودة ضمن تحالف الفتح، تحالف الفتح بزعامة هادي العامري زعيم ميليشيا بدر الموالية لإيران موجودة في الانتخابات. عندنا أنصار العقيدة ميليشيا يتزعمها عمار الحكيم ممثلة بكتلة الحكمة في البرلمان، هذا أيضا مرشح. كتائب الإمام علي ميليشيا تابعة لحركة العراق الإسلامية موجودة أيضا في الانتخابات. أكو ميليشيا حزب الله المسيطر على جرف الصخر اللي حارم أهلها من العودة، صارهم أكثر من 7 سنوات، التي حرقت وقتلت ونكلت بثوار تشرين، ولا تزال تكتم أفواه كل من يعترض، كل من يحاول أن يعبر عن رأيه بشكل سلمي. هذه أيضا ميليشيا مشاركة في الانتخابات تحت عنوان حركة حقوق، ميليشيا دمرت العراق ولا تزال. هذا نموذج طبعا، مجموعة من النماذج البسيطة لمن يشاركون في الانتخابات. بالنسبة للأحزاب المحسوبة على السنة واللي يسمونها بسنة العملية السياسية، اللي تاركين أهل مناطقهم في العراء في المخيمات، الذين تركوا أبناء جلدتهم يعانون في فصل الصيف الحار والشتاء القارص بالخيم بلا دعم بلا غذاء بلا دواء، الذين تركوا هذه المحافظات للميليشيات تفعل ما تريد، الذين تركوا جرف الصخر وغيرها دون أن يفعلوا شيئا لأهلها لإعادتهم إلى مناطقهم، هؤلاء لا أيضا مرشحين في هذه الانتخابات، ويعيدون الناس حنرجع لكم الحياة، حنرجع لكم الجرف الصخر، حنوخر الميليشيات، ترجعون لبيوتكم. ومن هذا الكلام اللي صار العراقيين يسمعوه 18 سنة. طيب رسالة أحد المشاركين يقول: أستاذ محمد، الانتخابات المقبلة وتغيير هاي الحكومة وفاسديها وحراميها وكتلها الحزبية العميلة، يقول متوقفة على المرجعية، أنه يجب على المرجعية أن تخرج بفتوى لتغيير هاي الحكومة وفاسديها وحراميها وكتلها الحزبية العميلة. يعني أبو مالك، أنا أشكر حضرتك. طيب بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.